نتحول للمنامة وموفد التلفزيون المصري محمد عبد الله لنقل أحدث التفاصيل بشأن التحضير لقمة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة. محمد، أهلا بك، وإطلعنا على تفاصيل التحضيرات والاستعدادات للقمة. يعني تمت القمة، كافة التحضيرات والاستعدادات للقمة على مستوى القادة والزعماء، والتي تعقد إن شاء الله يوم الخميس المقبل هنا في المنامة. وزراء الخارجية العرب اجتمعوا صباح اليوم ووضعوا اللمسات النهائية والأخيرة على مشروعات القرارات وشكل البيان الختامي لقمة البحرين. هناك توافق على كافة جدول أعمال قمة البحرين، اتفق عليها وزراء الخارجية العرب توافق على جميع بنود جدول الأعمال الذي سيطرح على القمة على مستوى القادة والزعماء. هناك أيضا حضور من القادة والزعماء العرب، ثلثي القادة والرؤساء والزعماء العرب سوف يحضرون هذه القمة، وهو ما يؤشر إلى نجاح هذه القمة نظرا لنسبة الحضور القوية التي ستحظى بها قمة المنامة. هناك أيضا إعلان سوف يصدر عن القمة بعد انتهاء اجتماع القادة والزعماء العرب الخميس المقبل، سوف يعرف بإعلان البحرين. هذا الإعلان سوف يشمل ما هو القرارات وما هو التوجهات في التعامل مع الملفات المطروحة على جدول أعمال القادة والزعماء العرب، والتي تتصدرها بالتأكيد ملف القضية الفلسطينية. طيب محمد، اسمح لي، يعني أنت ذكرت محمد وزراء الخارجية العرب يعتمدون مشروعات القرارات وجدول أعمال قمة المنامة، ربما الأجواء التمهيدية للقمة بعد غد الخميس بإذن الله مهم أن نطلع عليها. إلى أي مدى هناك توافقات؟ إلى أي مدى الأجواء يعني مبشرة ومؤشرة لتوافقات في قمة القادة؟ نعم، يعني المؤشرات الأولية تشير طبقا لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الاجتماع لم يستغرق وقتا طويلا على غير العادة، تم الاتفاق على كل بنود جدول أعمال الاجتماع. علمنا من مصادرنا أنه تم تنحية كافة القضايا الخلافية حتى لا يتم طرحها على مستوى القادة والزعماء، ومن ثم نحن أمام قمة تسعى إلى لم الشمل، تسعى إلى العمل على بشكل مختلف مع التطورات الحاصلة وبالأخص في الملف الفلسطيني. هناك ترقب من الشارع العربي، كيف ما هو سقف الطموحات التي ستخرج بها قمة البحرين، ومن ثم هناك تحركات ووعي كبير من جانب القادة والزعماء فيما يتعلق بالأنظار العربية التي تتجه إلى هذه القمة وما ستتمخض عنه من قرارات. نحن أمام مشهد تتعدد جوانبه وأحداثه، ليس فقط في الملف الفلسطيني، ولكن أيضا هناك ملفات أخرى ستطرح على مطروحة على أجندة أعمال هذه القمة، التطورات الحاصلة في السودان، التطورات الحاصلة في اليمن وليبيا، وأيضا التطورات الحاصلة في المنطقة ككل، ومن ثم هناك مرورا على كافة القضايا الملحة التي تمر بها المنطقة العربية. هناك أيضا إشارة وتثمين لجهود والدور المصري للتعامل مع ملف القضية الفلسطينية، لمسناه هنا من اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وما هو ما نتوقعه أن نلمسه أيضا من القمة على مستوى القادة والزعماء. تتعدد الملف وحتى هذه الدورة، إن كانت دورة عادية لكن الظروف الاستثنائية التي تحيط بالعالم العربي والتحديات التي تواجه العالم العربي تجعل هذه الدورة دورة مختلفة للغاية، تجعل الجميع يترقب عما ستتمخض عنه من تحركات فيما يتعلق بالملفات الأخرى. أيضا لا يزال حتى هذا الوقت هناك تمسك من الجانب العربي بمبادرة السلام العربية، بأن التعامل بمبدأ السلام ومبدأ حل الدولتين فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية. أيضا هناك حالة من الرفض التام والغضب لمسناه في اجتماع وزراء الخارجية العرب فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. الأمين العام لجماعة الدول العربية أشار بوضوح في كلمة واضحة صباح اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب بأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو تطهير عرقي يرقى إلى جرائم الحرب، مخالف للقانون الدولي ومخالف للقانون الدولي الإنساني. ومن ثم
يطرح الأمين العام طرح نعم. رؤيته فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الفلسطيني والتحرك نعم. العربي نعم. وسنتابع معك بالتأكيد مفاد التلفزيون المصري محمد عبد الله، شكرا جزيلا لك.